كابتن حشيش، يعني في البدايه طبعا عايز ابتدي معاك باستاد النادي الاهلي، وحضرتك النهارده كنت متواجد في الحدث المهم ده ووضع حجر اساس استاد النادي الاهلي، وحلم طال انتظاره وبنشوفه النهارده بيتحقق على ارض الواقع. في الاول بما انك احد ابناء النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي في تاريخه، اوصف لي شعورك وانت بتحضر اللحظات دي، ومدى اهميه كمان ان النادي الاهلي يكون عنده استاد خاص بيه. يعني طبعا قبل ما اتكلم في اي حاجه عايز بس اوجه التهنئه للاخوه والاصدقاء والاحباب، طبعا الاخوه المسيحيين بمناسبه طبعا عيد القيامه المجيد، وكل سنه وهم طيبين، شريك طبعا رئيسي في طبعاً. في البلد يعني. عايز اقول لك بقى على شعوري ده، يعني بالترتيب كده واحده واحده، لما لقيت الدعوه اللي متوجهه لي طبعا من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي ومجلس الاداره، انا سعدت جدا يعني، لان انك يعني تفتكرني في هذه المناسبه اللي كان حلم بالنسبه لنا، واحد من اللعيبه اللي كان عندهم حلم كبير ان يشوف استاد للنادي الاهلي. كنت بقعد يعني فترات كتيره جدا اقول يعني معقول النادي الاهلي بقدمه 1907 وبتاريخه وانجازاته ونادي القرن الافريقي وعدى المحليه على القاريه وبعد كده تخطى بقى للعالميه بالزبط. ما يبقاش عنده استاد، وفي انديه كتير بره بنشوفها اقل انجازات كتير جدا من النادي الاهلي، ما عندهمش نفس الاستاد. يعني طبعا كان دي بتسبب يعني زعل، انما الحمد لله الحمد لله ان مجلس اداره النادي الاهلي زي ما وعد اوفى. ويمكن انا بقول دايما يعني هتكلم شويه برضو على يعني مجلس الاداره وبالذات كابتن محمود الخطيب، يمكن السلوجان اللي خدوه في الحمله الانتخابيه اللي هو مبادئ وتطوير وتاريخ اتحقق الحمد لله بالكامل، وكان نتاج ليه. يعني لو اتكلمنا على التاريخ، طبعا تاريخ النادي الاهلي معروف لدى الناس كلها خلال الفترة بتاعت مجلس الإدارة الحالية، طبعا زود إنجازات طبعا النادي الأهلي وضاف لتاريخ النادي الأهلي وأسرى تاريخ النادي الأهلي بإنجازات كبيرة. كمان المبادئ، وأنا عايز أتكلم فيها برضو المبادئ، لأن برضو النادي الأهلي المبادئ موجودة من منذ إنشائه، موجودة وبنشوفها على أرض الواقع كمان خلال فترات كانت حساسة قوي، بالتحديد في الفترة الأخيرة الحالية لمجلس إدارة النادي الأهلي. الفترة الأخيرة في عهد المجلس الحالي كان في طبعا مهاترات كثيرة جدا من جانب أشخاص كثيرة، وفي إساءات بالغة، كانت تحديات في الحقيقة طبعا، تحديات مهمة قوي. النادي الأهلي ما انسقش ورا هذه الإساءات بانه يرد ويدخل بقى في مهاترات يعني، انما التزم الصمت ورد على هذه الاساءات بالانجازات بالضبط. اللي احنا شايفينها، التطوير اللي اتعمل خلال الفتره الاخيره في النادي الاهلي من فروع كتيره اتعملت، زي التجمع ان شاء الله باذن الله اتحط حجر الاساس، زايد اكتمل فرع الاقصر طبعا بقى موجود ولسه في فروع ثانيه، التطوير اللي داخل كمان الفروع، شفنا الاسوار النادي الاهلي اللي بقت مميزه على مستوى العالم كله، البوابات الشيك قوي اللي اتعملت مع شعار النادي الاهلي، كمان الاضافه اللي حصلت السنه دي في قناه النادي الاهلي، وانا عشان من ابناء القناه فمتابع طبعا. خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا حصل طفره كبيره في الاستوديوهات وفي التقنيه وفي حاجات كثيره جدا جدا تليق باسم النادي الاهلي، تطوير كمان من خلال زياده الاستثمارات وأوجه الاستثمارات في النادي الأهلي، وشفنا ميزانية النادي الأهلي دلوقتي بقت إيه، إنجازات من ناحية النتائج وفرقة الكورة والألعاب الحقيقة التانية كلها فعلا. يعني كل الحاجات دي بنسعد بيها، بس كل ده اتغلف بقى بأهم حاجة وهو الاستاد. النهاردة اتحط حجر الأساس في استاد النادي الأهلي اللي إن شاء الله يبقى يعني إن شاء الله بإذن الله إضافة طبعا كبيرة للنادي الأهلي وأصل من أصول النادي الأهلي الكبيرة اللي هتبقى موجودة، زائد كمان أنه هيبقى إضافة للبنية التحتية لطبعا استادات مصر بالزبط. بس طبعا نكهة النادي الأهلي بتفوق أي نكهة تانية أكيد. إضافة طبعا يعني استاد القاهرة العظيم واستاد اسكندريه واستاد تانية، استاد النادي الأهلي الناس كلها مستنياه، وأنا كنت سعيد جدا جدا بحضوري النهاردة
لحط حجر الاساس النهارده للاستاد النادي الاهلي اللي بتمنى طبعا ربنا يدينا العمر كلنا ونحضر الافتتاح ان شاء الله باذن الله.